لبنان بفترة 11 يوم خسر أكثر من 100 طفل شهيد استهدفوا العدو بلبنان بحسب تقرير منظمة اليونيسف بلبنان. فهودي الأشخاص اللي عم تستشهد بغالبيتها عندها أحلام، عندها طموحات، ومش بس أرقام. يعني من يومين عم تقول صرنا 2011 شهيد. صح، أنا مثلك ما بحب الأعداد. ما شو حنحط 2011 شخص عنده أحلام، عنده طموحات، كان مثلي ومثلك، عنده بده يخلص جامعته، بده يتوظف، بده يروح يخطب، بده يتزوج، بده يبني بيت، هيك أحلامه. بدنا نعيش ما بدنا نستشهد. بدنا نعيش ما بدنا نستشهد. سارة، جملة يمكن تلاقيها أنت حلوة هلا بعد عمر طويل بالنهاية. ما بدك تعيش حدا. كلنا بنحب نعيش، وأنت بتحب تعيشي، بس إذا أنا بدي أعيش بطريقة كون أنا مزلولة فيها وأنا ماني راضي فيها، لا أفضل أن يكون عم بستشهد، لأن الحياة بمزلة منا حياة. هيدا واحد. اثنين، في كتير شهداء عم بتروح لنحنا نعيش، فهيدولي فخر لقلنا وعز لقلنا، ولقى عندهم حياتهم وعندهم مستقبلهم، هني كمان كانوا بحبوا يعيشوا. أكيد الله يرحم كل الشهداء يلي عم يسقطوا كل يوم ليضل هيدا الوطن.